السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا برنامج اوبن سورس ومجاني اسمه اوكيولار OQUAR. هو البرنامج بسيط جدا، يقدر يفتح الملفات بتاعة البي دي اف وتقدر تشوفها وتقدر تطبعها، تقدر يعني يعتبر بي دي اف فيور، تقدر تقول له اي ملف اوبن هو بيفتح الملفات دي كلها، تمام؟ يعني بيفتح البي دي اف وبيفتح البي اس وبيفتح الملفات حتى الصور تقدر تفتحها على الملف دوت، وملفات ال دي او سي دوكمنت اللي هي ملفات الوورد، وتقدر تخلي في بوك مارك تذكرات باماكن معينه انت عايز تركز عليها، تقدر تعمل زوم. هو برنامج بسيط وسهل وخفيف على الجهاز، ومثل ان هو مجاني واوبن سورس.